الاستشارات في مدينة توريت، مستشار التشغيل محمد العلوي، ومعايا الزميلة ديالي أمل رجيب. دونك كان أول حاجة كنعتذر على التأخير ديالنا حيت ما عرفناش إكزاكتومون المرة كنجيو لهنايا. اليوم حنا بصدد تلبية الدعوة ديال السلطات المحلية لمدينة العيون، وتصيفطنا كإدارة لمدينة العيون تابعة لينا. دونك كان من الواجب علينا نبيعو الدعوة، واليوم حنا حاضرين معكم. دونك في إطار إنجاح هاد اللقاء التحسيسي اللي كيندار في إطار الاقتصاد التضامني، دونك حنا عندنا اليوم واحد كاين لابيك عندها واحد لابريستاسيون ولا واحد العرض اللي موجه لحاملي المشاريع. فاش كنهضرو على حاملي المشاريع عندنا ما كنقصدوش بهم شخص معين ولا، دونك حنا بالنسبة لنا حاملي المشاريع يعني فيهم تعاونيات، فيهم جمعيات، فيهم أشخاص طبيعيين، فوالا. دونك العرض ديالنا غادي يتمحور حول ثلاثة النقاط الأساسية. النقطة الأولى شكون هما الزبناء ديال الأنابيك. النقطة الثانية خدمة الأنابيك ولا لوفر سيرفيس أنابيك بوغ لي بورتور دو بروجي، يعني حامي المشاريع. ونقطة ثالثة غادي نركزو على الباركور اللي ممكن، المسار اللي ممكن يمر منو حامي المشروع داخل الميدان الوطني. دونك كاين اللي ما عندوش، ما غاديش نتطرقوا على شنو هي الانابيك ولا هادو، ولكن غير باختصار ان ما كانتش عندو رؤيه واضحه كنوجهو لواحد الورشه ثانيه اللي كيعاود يقرا فيها افكار ديال مشاريع اخرى وكيعاود يدرس الفكره ديالو، ولا كنوجهو له في البلاصه الغير كنشوفو بان ما عندوش توجه ديال لونتربرونيا غادي يصلح له يخدم في اما في القطاع الخاص ولا فعلا. دونك غادي نمرو كل مرحله وغادي نشوفو شنو هما الخاصيات ديالها ولا الكاركتيرستيك ديالها. عندنا الورشه الاولى اللي كتعلق بالانفورماسيون سيغ لو باركور دو كرياسيون دو لونتربريز. بيان سيغ الهدف منها هو